يواصل الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة التألق في الدوري البلجيكي مع فريقه سان جيلواز. عمورة ورغم التعب ومشقة التحضير للكان إلا أنه بمجرد عودته إلى فريقه أطلق العنان مجددا في منطقة العمليات وعاد لممارسة هوايته المفضلة وهي تسجيل الأهداف. عمورة الذي أصبح في كل جولة يبصم إما على هدف جديد أو تمريرة حاسمة. اللاعب الأسبق لنادي فاقسطيف والذي أصبح يلمع في الدوري البلجيكي بشكل لافت ما جعله يساهم في تواجد فريقه في صدارة الترتيب. عمورة والذي ساهم في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 52 من عمر المباراة محققا الفوز بثلاثية لهدف واحد على فريق كورتريا. ابن ولاية جيجل والذي وصل إلى الهدف 17 في الدوري البلجيكي والعشرين في جميع المنافسات منذ بداية الموسم. السونيك والذي وصل للهدف 35 في مسيرته الاحترافية خريج مدرسة شرطة جيجل والذي تحصل على نقطة 7.9 في المباراة التي شارك فيها أساسية. إذن تألق عمورة جعله محلا متابعة العديد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في استخدامه الصيف القادم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.